والله الشباب انا مش هقول اكتر من اللي اتقال، عارف ان في ملل وعارف ان في زهق وعارف ان في حاجات كتيره، بس هي الموضوع في مصر 60 سنه حقبه كده اكيد بتتنظم واحده واحده، واكيد بنحاول كلنا مع بعض ان احنا نصلح ما افسده البؤداء اللي قبل كده يعني. فان شاء الله احنا لازم نتحرك، وكده كده اللي موجود دلوقتي كبير في السن او هيمشي، واكيد احنا في يوم من الايام اللي احنا هنقود البلد دي، فاكيد نقودها بعلم بثقافه بتعليم بحاجات كتيره، احنا يا ريت احنا في اشد الحاجه ليها يعني. وانا في كده يعني شايف ناس في دايرتي اللي هي الورديان وفي الرمل، في خلان هناك، وفي انا دايره الرمل، في ناس كفاءه وفي ناس كويسه في قوائم حلوه كويسه يعني نازله تقيله. ان شاء الله يعني نحاول ان احنا نستبشر خير في ربنا عز وجل وفي الناس اللي نازله ان شاء الله باذن الله.